أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تبذل جهدا كبيرا للتأكيد على أهمية عدم اللجوء إلى العمل العسكري لحل الأزمة الليبية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي، أشار شكري إلى أهمية تعزيز الحوار للعمل على تواصل ليبي يقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة. بالتأكيد أن مصر بتبذل جهد كبير في إطار أولا السيطرة والتأكيد على أهمية عدم اللجوء إلى العمل العسكري لحل الأزمة الليبية، وبالعكس تعزيز الحوار والعمل على التوصل إلى توافق ليبي يقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة، ويؤدي إلى وجود مجلس نواب معبر عن إرادة الشعب، وحكومة ورئيس أيضا يعبرون عن إرادة الشعب الليبي، ويتخذون من القرارات ما يتوافق مع مصالح الشعب الليبي، يحافظ على الأراضي الليبية وعلى سيادة ليبيا وعلى مقدراتها لصالح شعبها. الجهود التي بذلت سواء في إطار الحوار الدستوري الذي انعقد في القاهرة واستؤنف في جنيف، الاجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 لتثبيت الأوضاع وعدم اللجوء إلى أي عمل عسكري آخر.